هذا شكر الله سبحانه وتعالى لهذه البادرة الطيبة وجات مع هذه أمطار الخير. الحمد لله احنا فرحان بهذا الانتصار هذا لأنه مدرب دار الرأي ديالو ونجح فيه، لأنه الأيام ديال المدربين كانوا لوبيات كيدخلوا في المدرب، كانت الواسطة، كانت التليفونات، كان كل شيء. دابا الحمد لله شكرا للقجع اللي حط الركراكي وقال له تكلف دير ما بغيتي، والركراكي مشى عند اللاعبين جلس قال لهم راه عندي تحدي، تحداو معايا هاد الناس ديروا مجهود، راه انا هاد 3 موا راه داير فيها المستحيل، حمروا لي وجهي واللاعبين ضامنوا مع الركراكي وعرفوا الركراكي في التحدي وداروا مع التحدي وداروا المجهود الجبار وقاموا قاموا تدريب مكتفى، داروا كل ما فيه. ولكن الحمد لله كانوا قالوا الكلمه ديالهم، اي فرقه كتجي صغيره علاش لاعبين كلهم دايرين مجهود جبار، كلشي كيدافع، كلشي كيلعب هجوم، كلشي كيلعب ديفونس، اجنحه لاعبين الحمد لله متميزين، كل واحد كيقوم بالدور ديالو. وكاين حكم الرابع هو الجمهور العربي اللي كان في الجنب ديالهم والجمهور المغربي اللي كان كتافع شجعهم، وانا فرحان بزاف ملي كنشوف التيران عامر واخا ما كانش الحضور ديالي، كاين وجوه يستحقوا الحضور تما، كانوا ناس نازيين، وكاين شي ناس اللي كيدرقوا الحدث وكيشوفوا الرايه المغربيه من هذا المنبر كيمشيو يسعوا بالرايه. انا ميساج للمسؤول الجهات المسؤوله، الرايه سيطرت في العالم والحمد لله قيمتها كبيره، ولكن كاين شي مغربيات راه نتوما عارفينهم كيصغروا الرايه المغربيه، كيبداو يشطحوا بها وكيطيحوا النيفو ديالها، وكاين مشجعين كيسعوا بالرايه المغاربه راه لاباس عليهم ماشي سعايا. انا من هذا المنبر على الصالحي كان وقف ناس ستوب دوك اللي كيسعوا بالرايه وكيمشيو يباتوا في الزنقه ويطلبوا، وانت ما عندكش علاش غادي كتشوه بالرايه والرايه النيفو ديالها طلع عالي. لا نتوما اللي ما عندكمش ضمير بعدوا ما تركبوش الحدث، والمغرب كيبقى ديما كبير وما عمره غيصغروا، ديما كبير. وشكرا للدول العربيه اللي كلهم في جنبه الحمد لله، وغنقول للاخوه الجزائريين الناس اللي كيحبوا المغاربه الجزائريين الحقاق راه كنحبوكم، ودوك المريقيه هذيك خاوه ديالكم كلوها انا ما كنعرفش نكتب، كنشحبوكم ناس زوينين فيكم النيه ضامتوا معنا، ولكن نتوما راه هذاك الشجاع التنافق ديالكم بعدوا منا وعطونا التسعه ما بقينا بغينا منكم والو. اسيدي ماشي عرب معاكم نتوما، نتوما بوحدكم، حنا امه عربيه، قطر، بحرين، امارات، فلسطين، لبنان، سوريا، الكويت، البحرين، جميع الدول، اما نتوما توانسه اللعيب ديالكم باين، هذاك التنافق ما كنحبوكمش، واخا تشجعوا واخا تهزوا الرايه، اللعيب ديالكم خرج قبل، ميساج دخلوا سوق راسكم عطونا التسعه ما بغينا منكم والو. وان شاء الله كلمه غتقول المنتخب فرنسا قاري اللعب ديالهم لاعبين كيلعبوا معاهم، غادي نقول الكلمه ديالنا ما غاديش يقنعوا فرنسا، كاين مجهود جبار، مجهود عملي كيقوموا به اللاعبين كامل، ان شاء الله غادي نربحوا اي طريقه، غير لعبوا غنتنافسوا، بابي غيجدوا بزاف اللاعبين كل واحد غيقوم عليه. عندنا فرنسا اللاعب ديالها الحمد لله لاعب طويل كتلعب طويل، المغاربه كيجريو تبارك الله لياقه بدنيه كثيره، حكيمي مزراوي غيكونوا في الطب ديالهم، مبابي غادي يعاني معنا، ولكن نتمنى نماركيو في الشوط الاول باش اللاعبين كما قلت في البرتغال قلت لهم غنماركيو في الشوط الاول اللاعبين غيلعبوا مزيان. الحمد لله كما تشمتنا في روسيا في التحكيم هذا العام الحمد لله تحكيم، شكرا لقطر اللي فرضت على التحكيم وفرضت على الدين، فرضت على على على, 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 على فيفا على الدين الاسلامي فرضت، شكرا هذا شرف، وربي يعاون العرب لانه فرضنا الدين والدين معنا، الدين راه سبحان الله العظيم بلا بدين ما كاين والو، بفضل الدين الاسلامي نجحنا ومشينا بعيد، علاش؟ حيت قطر شكرا لها فرضت الاسلام، والاسلام قال الكلمه ديالو، والمسيح دول المسيح كلهم اعترفوا بالاسلام راه عنده قوته كثيره مع الله سبحانه وتعالى، وهذه بلاد الاسلام بلد الخير. شكرا للشعب المغربي، شكرا للمنتخب، شكرا للكراكي، شكرا للاعلام النازيه اللي فسروا الدراما المغرب، وكإلا نشكروا الكراكي وقلوبنا معاه، والحمد لله نساء المغرب، رجال المغرب، اطفال المغرب، كل شيء فرحان، وشكرا لسات تي في في الصرا والضراء، وتحيه لكم، شكرا.